الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من قناة النصر 24 أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، إليكم عناوينها. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يلتقي بالقصر الرئاسي المدير العام لشركة غلينكور الفرنسية لبحث سبل التعاون المشترك. رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان يبعث ببرقية تعزية ومواساة للرئيس اللبناني إثر الانفجار الذي أودى بحياة العديد من الأرواح. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعرب عن التزام بلاده مساعدة الشعب اللبناني جراء الأحداث الأخيرة. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. استقبل فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي المدير العام لشركة غلينكور الفرنسية لبحث سبل التعاون بين البلدين والتي تتعلق بالبترول. وقال المدير العام للشركة إنهم يريدون مواصلة العمل في تشاد، وستظل شركتهم شريكا فاعلا لتشاد. كما شجع فخامة رئيس الجمهورية الشركة على جهودها للعودة مرة أخرى للعمل في مجال البترول والاستثمار فيه. افتتح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي نصر محمد إتنو فعاليات الورشة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لصالح مناديب حول استراتيجية التخطيط التنموي والتعاون الدولي. جاءت هذه الورشة لتعزيز قدرات المناديب الولائيين حول الاستراتيجية الناجعة للتنمية المحلية. وناقش الاجتماع عدة نقاط تتعلق بتقوية صحة الإنجاب والتنظيم الأسري، إلى جانب معرفة الأسباب التي تعيق تقدم تنمية المجتمعات. وأكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أن فعاليات هذه الورشة انبثقت من أهداف الخطط الوطنية للتنمية. افتتح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الدورة العادية الثانية للعام 2020 حول نمو الاقتصاد التشادي بعد كوفيد-19. وقال رئيس المجلس الاقتصادي عبد الكريم أحمد أي إنهم يدرسون كيفية الإنعاش الاقتصادي الذي تضرر بسبب فيروس كورونا، وإنهم سوف يقومون بمشاريع سريعة لإنعاش الاقتصاد، وإنهم سيعملون على خطاب رئيس الجمهورية بتاريخ 14 أبريل الموجه للأمة، وذلك من أجل تخفيف الآثار التي خلفتها الأزمة. في الشأن السوداني، تلقى رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان بالقيادة العامة للقوات المسلحة بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعدد من قيادات المجلس السيادية التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك من رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة القوات الرئيسة بالقوات المسلحة وضباط صفها وجنودها. هذا واستمع البرهان إلى تنوير حول الأوضاع الأمنية بالسودان. بعث رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برقية تعزية ومواساة إلى شقيقه رئيس اللبناني ميشيل عون إثر الانفجار الذي أودى بحياة العديد من الأبرياء والذي خلف دمارا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت، معربا عن عميق تعازي حكومة السودان وشعبه لإخوتهم بلبنان. عالميا، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التزام بلاده بمساعدة الشعب اللبناني في مواجهة عواقب الانفجار المروع الذي أودى بحياة كثير من الأرواح. وبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية عن مقتل مواطن أمريكي وجرح آخرين بإصابات متفاوتة في انفجار لبنان سعيا منها لتفقد رعاياها. أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تأجيل جلسة النطق بالحكم باغتيال الحريري حتى 18 من الشهر الجاري، وذلك بعد 15 عاما من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وآخرين. وكانت المحكمة الدولية القريبة من مدينة لاهاي بهولندا
قد حددت جلسة اللقاء بالحكم بالقضية بعد 6 سنوات من انطلاق جلسات المحاكمة وبعد عام ونصف من الاستماع والمرافعة. نشر موقع فوكس نيوز الأمريكي تحقيقا ذكر فيه إن النظام القطري يمول شحنات الأسلحة إلى حزب الله من خلال أحد أفراد الأسرة الحاكمة، كما طالب مسؤولون أوروبيون خلال هذا التحقيق بالتحرك ضد قطر لوقف دعمها لميليشيا حزب الله اللبناني. التقى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وزير الدفاع الإيطالي الذي يزور طرابلس هذه الأيام، وأوضحت حكومة الوفاق في بيان أن السراج استقبل وزير الدفاع الإيطالي بغرض التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين. هذا وشدد الجانبان بحسب بيان للوفاق على أهمية العودة للمسار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين بالوقف الدائم لإطلاق النار. نهاية نشرة الأخبار، أعود وأذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يلتقي بالقصر الرئاسي المدير العام لشركة غلينكور الفرنسية لبحث سبل التعاون المشترك. رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان يبعث ببرقية تعزية ومواساة للرئيس اللبناني إثر الانفجار الذي أودى بحياة العديد من الأرواح. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعرب عن التزام بلاده مساعدة الشعب اللبناني جراء الأحداث الأخيرة. من قناة النصر 24 قرأت لحضراتكم نشرة الأخبار. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.